طيب احنا ايه نعمل بقى البيض الاول كده. بسم الله. اهو انا زي ما قلت لك تقدري تحطي مكونات الجافه الاول، وتقدري حضرتك تحطي البيض مع السكر الاول. دي يا جماعه في ناس ما بيسموهاش كده، يعني في ناس بيسموها كيكه الذره، في ناس بيسموها زي حالاتي كده البسيسه، في ناس زي ما قلت لك بيعملوها بالبرتقال، وفي ناس بقى بيعملوها بالسنف. شفتي بقى؟ فما شاء الله انا مش عارفه اشمعنى الكيكه دي بالذات اللي عليها الموضوع ده كله. انا اول حاجه دلوقتي عندي هبتدي بقى ايه ان انا اضرب البيض ده كويس جدا كده اهو. اي حاجه تحطيها في الكيكه دي لازم تضربيها الاول، يعني انا اي حاجه هحطها هضربها ان شاء الله. الفانيليا طبعا، حطينا البيض لازم نحط الفانيليا اهو كده اهو. هو نجاح اي كيكه، اي كيكه عموما حضرتك تكوني مشغله الفرن قبلها من 10 دقائق، ممكن 5 7 دقائق 10 دقائق، بس اقل حاجه 5 دقائق. ما تولعيش، ما تفتحيش الفرن قبل مرور 25 دقيقه على اي كيكه. اقل كيكه بتاخد نص ساعه، مش اقل من كده. درجه الحراره يا ريت ما تزيدش عن 180، وزي ما قلت لك ما تفتحيش عليها قبل مرور 25 دقيقه. خلاص احنا دلوقتي حطينا البيض وحطينا الفانيليا، ودلوقتي زي ما قلت لك كده احنا عايزين بقى نحط ايه. انا هبتدي بالحاجات السايله الاول، وبعدين نحط الحاجات اللي هي الجافه. دلوقتي بقى هنحط الزيت ونضرب كده اهو. ودلوقتي بقى انا عايزه احط السكر مع الزيت والبيض، ويا ريت تمشي بنفس الترتيب ده، علشان الترتيب ده بما اني مش عاملاها في خلاط ولا عاملاها بمضرب سلك ولا عجان، فالترتيب ده هيخليها ناجحه معاكي جدا انها تمكس الحاجات دي مع بعضها. وقبل اي خطوه واي كيك، مش دي بس انك انت تدوبي السكر كويس، دي خطوه مهمه جدا لنجاح برضو اي كيكه او تورته او واتيفر اللي هتعمليه، مثلا كيكه شوكليت، كيكه بيضه. طب ليه يا نهله لازم نضرب السكر كويس جدا؟ هو حضرتك لو ما ضربتيش السكر كويس هتلاقي نفسك بتاكلي كيكه بتقرقش، يعني السكر هيقرقش معاكي. فلازم ندوب السكر كويس جدا جدا قبل ما تعملي اي خطوه، حتى لو انت عاملاها بالعجان او بمضرب كهرباء او بوات ايفر. فدلوقتي انا بس حبيت علشان يعني ساعات اتسالت، طب يا شيف نهله لو ما عنديش مضرب كهرباء، طب لو ما عنديش عجان، فحبيت ان انا انتهزها فرصه ان انا اقول لكم ان ممكن اي كيكه تعمليها بالويسك اللي هو مضرب السلك او حتى بالشوكة. بس اهم حاجة عندي ايه؟ ماشي هتاخد وقت اكتر شوية، يعني مثلا ممكن نقعد 5 دقايق نضرب فيها. للي ما عندهاش امكانية انها تجيب او حاجتها مثلا بعد الشر لا قدر الله تكون بايظة او حاجة، بس حبيت اقولك الشروط ان السكر انا بقى ايه؟ انا بحس بقى، يعني انا بحس السكر كده داب معايا ولا لا. اهو اول بقى بحس انها ابتدت انها لونها يفتح، فاهمه ازاي؟ اللون بتاعها بدا يفتح، والقوام بتاعها بدا يبقى متماسك كده. البيض تداخل مع الزيت، تداخل مع السكر، والسكر معايا داب. خلاص كده؟ البيكنج باودر بيتحط دايما مع الدقيق. السمسم ده هحطه على الوش للي بيحبه، للي مش عايزين يحطوا سمسم ما يحطوش. دلوقتي بقى هحط اللبن اهو، كوبايه اللبن اهي. وبرده كوبايه اللبن هتساعدني اكتر ان السكر يدوب معايا اكتر. فاهمين الفكره؟ زي ما قلت لك قبل كده ممكن تحطي مكونات الجافه الاول وبعدين تحطي المكونات السائله، بس بما اني عاملاها بالويسك او بالمضرب السلك يعني، فانا بحب الاول اعمل كده علشان اتاكد بس ان السكر داب في البيض والفانيليا تدخلت مع طعم البيض. ولما تضربي كتير، ميزه الضرب الكتير برضو من ضمن نجاح الكيكه، الضرب الكتير بيخليها فلافي هشه، الضرب الكتير بيدوب السكر، الضرب الكتير بيخليها فاتحه. في ناس بتشتكي يقول لك ايه؟ هي ليه الكيكه غامقه من جوه؟ يعني بغض النظر عن انها لو كيكه شوكليت او كيكه اورنج كده بتبقى لونها الشوكليت او البرتقال، لا الكيكه البيضه بتبقى ليه يا شيف نهله بتغمق مني جوه؟ اقول لها ايه؟ ضربتي السكر كويس؟ تقولي انا بسالك على حاجه ثانيه. اقول لها يا حبيبتي افهميني، ما انت لما تضربي السكر كويس وتضربي كتير، العاملين دول هم اللي هيخلوا الكيكه ترفع معاكي اكتر، ترتفع، وفي نفس الوقت لونها هيبقى فاتح من جوه. حط بقى دلوقتي، حط حاجة حاجة. صفحة أكلة العيلة يا جماعة لأي سؤال أي استفسار. بصوا بقى عندكم إيه الصفحة هي على الشاشة، خلوا بالكم أنا بحط إزاي الدقيق. أنا بس بقولك كده علشان هو بالمضرب السلك كله. بصوا أنا بحط تقريبا تقريبا معلقة وأدوبها أهو، معلقة وأدوبها. وعلى فكرة هي الآخر قطرة من الدقيق مش هتكلكع منك، ومش هتحسي ان انت محتاجة عجان خالص، لان هي مكوناتها
كده يعني، هي مكوناتها مش هتكلكع منك وانت بتضربيها، مش هتضايقك، مش هتتعب لك ايدك يعني. اهو انا اهم حاجه عندي بس ايه، تقعدي تلمي الجراب كده، تقعدي تتاكدي ان انت ضربتي كل الدقيق. زي ما قلت لحضرتك دي كوبايتين من الدقيق الاصفر، فيكي انك تعمليها بالثلاث كوبايات كلهم دقيق اصفر، لان انا عامله كوبايتين دقيق اصفر وكوبايه دقيق ابيض. محبي البسيسه الاصيله الاصليه جدا جدا بيحطوا الثلاثه دقيق اصفر، مش بيحطوا خالص خالص دقيق ابيض. اهو تمام. وبعد كده هبتدي بقى ايه، هنحط الدقيق، وطبعا يعني معناها بيكنج باودر، فانا هحط البيكنج باودر على فكره الكيس كله، الكيس كله عشان تبقى مرتفع معاكي. هعمل كده وبعدين هنزل شويه اهو، واقعد اعمل كده اهو زي ما حضرتك شايفه كده، شايفين معايا قربت اخلص الدقيق، وزي ما انتم ملاحظين ستيل القوام مش تخين يعني، كلنا عارفين يعني قوام العجينه بتاعه الكيك ما بيبقاش سايل شويه، لا دي بتبقى شويه سايله يعني، مش كتير، مش سايله قوي، بتبقى متوسطه. اهو بصي بقى كده اهو، تقعدي بقى ايه حضرتك تعملي كده. وزي ما قلت لك احنا مش هتحتاجي خالص تستعملي اي حاجه فيها كهرباء خالص اهو، يعني انت لو النور مقطوع ممكن تعمليها بالمضرب السلك او بالشوكه او حتى بالمعلقه، انا بس اهم حاجه عندي لو الشوكه ازرف طبعا، علشان بصي بقى هعمل كده اهو كده. الحركه دي بقى برضو هتخليها معاكي فلافي وهشه، عشان انا دلوقتي بشغل البيكنج باودر، يعني انا دلوقتي بعد لما كنت بعمل كده علشان تبقى فاتحه وبيضه وعاليه من البيض لما امتزج مع السكر، البيكنج باودر دلوقتي لما حطيته بعمل قوي كده بشغله عشان تدخل الفرن المسبق التسخين بقاله 10 دقائق على 180 ترتفع معايا بسرعه خلاص. والضرب الكتير ده بقى حضرتك كده هتبقي متاكده ان شاء الله انها هتطلع معاكي مرتفعه جدا خلاص. طيب لو الصينيه دي الومنيوم حضرتك لازم تحطي عليها فرشه من الزيت، بلاش سمنه عشان ما يتحرقش. واحلى حاجه للكيكات الالومنيوم مش التفال، التفال يعني ما بيها تطلعها غامقه شويه، الالومنيوم احسن بكتير خلاص. وزي ما قلت لك كل لما تحبيها انها تكون عاليه معاكي ومرتفعه، كل لما تستخدمي صينيه صغيره. انا دلوقتي بس هجيب الايه السباتولا كده السيليكون دي عشان تنزل معايا الموضوع كله اهو كده اهو. وزي ما قلت لحضرتك ان الفرن مسبق التسخين هو كده بقاله 10 دقائق بس على 180، برضو من ضمن الشكاوى دي بتخش الاقيها استوت من فوق، اجي الاقيها من جوه عجينه. انا بسمع الموضوع ده كتير جدا، عشان حضرتك مولعه الفرن بقاله ربع ساعه على 220، فهي هتاخد لون من فوق ومن تحت ومن جوه هتبقى نيه، لان انت خلاص انت لما اديتيها لون من فوق ومن تحت على درجه حراره قويه انت قفلتي عليها بحيث انها الحراره مش عارفه تتخلل الموضوع براحته. فاحنا عايزين ان الكيكه تستوي براحتها، فلازم حضرتك تولعي الفرن يا ريت ما يزيدش عن 10 دقائق والحراره ما تزيدش عن 180.